نتحول لمتابعة وصول أول سفينة تنطلق من قبرص بهدف إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. إذن هذه صورة لأول سفينة تحمل مساعدات إنسانية انطلقت من قبرص في إطار إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يعاني سكانه من أزمة إنسانية وكارثية حادة نتيجة المجاعة وعدم وصول المستلزمات الطبية والغذائية والمساعدات الإنسانية اللازمة منذ انطلاق هذه الحرب في 7 أكتوبر الماضي. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مفدنا أشرف سعد. أشرف، آخر تطورات متعلقة بانطلاق هذه السفينة من ميناء قبرص، تفضل. يعني بحسب بيان جاءنا قبل قليل من منظمة World Central Kitchen وهي المنظمة المسؤولة عن تزويد هذه السفينة أو القارب بالمساعدات، 200 طن من المساعدات حملتها هذه المنظمة من الأرز والطحين وعلب الطعام المحفوظ على متن هذه السفينة أو في حمولة هذه السفينة، هي حقيقة تزورها ولا تحملها على متنها. بحسب بيان المنظمة فإن السفينة بدأت في الإبحار بالفعل، ولكن يبدو أنها لم تغادر ميناء لرنكة حتى هذه اللحظة. هي بدأت في الإبحار ولكن بحسب ما أرى فإنها لا تزال يعني يبدو أنها مناورات بحرية معتادة قبل أن تبدأ في الإبحار فعل باتجاه ميناء غزة. المسافة من هنا من ميناء لارنكا وحتى الوصول إلى سواحل غزة تقريبا 370 كيلو مترا، وهي مسافة يمكن أن تقطع تقريبا في 24 ساعة أو أقل قليلا. بعدها ليس هناك معلومات واضحة عن كيفية نقل هذه المساعدات إلى الساحل. ربما تشاهدون في الصورة الآن هذه الحمولة، هذا أستطيع أن أسميها بارجة صغيرة يزرها القارب خلفه، وهذه هي المساعدات، هذه الحمولة البيضاء التي يزرها القارب، هي المساعدات التي يتطلع سكان غزة لوصولها إلى سواحلهم ومساعداتهم في ظل شح وصول المساعدات إليهم عن طريق المنافذ البرية. يقول المسؤولون في منظمة أوبن آرمز التي أطلقت السفينة إنه متى تصل هذه المساعدات إلى الساحل فيمكن أن تنقلها الرافعات إلى ظهر الشاحنات ومنها تنقل إلى مختلف أنحاء القطاع. هل يمكن ذلك عمليا؟ يعني في الحقيقة أنا لا أعلم، ولكن هناك أيضا محاولات من قبل المنظمات الإقليمية في قطاع غزة لبناء الرصيف البحري المؤقت قبالة السفينة لمساعدة هذه السفينة. نحن نعلم أن غزة لا ميناء بها إلا ميناء صغير، يعني تم إنشاؤه لسفن الصيد الصغيرة، ولكن حتى هذا الميناء تعرض للقصف في بدايات حرب في غزة بعد عملية 7 أكتوبر. إذن فماذا سيحدث؟ كيف سيتم إنزال شحنة هذه السفينة؟ ربما هذا يتضح خلال الساعات 24 القادمة. لكن المهم ربما أنه بعد أن تبحر هذه السفينة فمنظمة World Central Kitchen ومنظمة Open Army تقولان إنهما تستعدان لاستقبال 500 طن أخرى من المساعدات يمكن توجيهها إلى القطاع في الفترة المقبلة. فيعني هذه ستكون بداية لمزيد من المساعدات والمزيد من الرحلات البحرية باتجاه القطاع من قبل من ناحية قبرص، وربما هذا الطريق يكون أسهل قليلا من الطريق البحري، خصوصا وأنه يتم فحص هذه المساعدات كلها بالشكل الأمني الذي تطالب به إسرائيل قبل أن يتم تحميلها على السفن، وبالتالي فهذا يوفر كثير من الوقت ويوفر كثير من الجهد في توصيل السفينة في توصيل المساعدات للمحتاجين إليها في الفترة المقبلة. طبعا هذه الرحلات لهذه السفينة لا علاقة لها بالممر البحري في أعلن الرئيس جو بايدن عن إنشائه وإنشاء رصيف بحري قبالة سواحل غزة وبعد من جهة العسكرية الأمريكية لإنشائه حاليا.
هذه ليس لها علاقة لها بالجسر البحري الذي أمر الرئيس الأمريكي بإنشائه، ولكنها تكون بمثابة تشغيل تجديدي لهذا الجسر البحري خلال الفترة المقبلة. مفدنا أشرف سعد، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من لارنكا، شكرا جزيلا لك.